سارة، أنا جاي أتأسف لك وأقول لك إن أنا آسف، آسف بجد، آسف على نفسي وآسف ليكي. سارة، أنت عارفة إيه المعنى الحقيقي لكلمة آسف؟ إن الإنسان يبقى ندمان وزعلان. أنا ندمان وزعلان قوي عشان أنت بعيد عني وإن إحنا مش مع بعض دلوقتي. كان المفروض دلوقتي نكون بنضحك وبنهزر وفرحانين. أقول لك على حاجة يا سارة، أنا بقالي كام يوم أتمنى إن أنا أتعب وأخش المستشفى. قلت يمكن أصعب عليها فتيجي تزورني وهو بقى شفتك.